بص يا كريم، مش ممكن. عجيب جدا اللي بيحصل ده، يعني عجيب جدا. يعني عارف الواحد والله، بص القعده دي هي الواحد عارف ديك تتأمل كده في حاجه قعدناها كتير احنا الفتره الاخيره بجد والله العظيم. الواحد يعني عارف انت لو هتعدي مباراه وتعدي ماشي، لكن بطوله وتعدي صعب، بطولتين وتعدي صعب. احنا لسه بنقول يا هادي. فيعني تاني احنا لما هنطلع نتكلم ونتكلم بقى ونقول ارضيه ملعب والحاجات اللي زي كده ومش عارفه والفنيات وبتاع، ماشي حاجات ممكن يتم تداركها مفيش مشكله، لكن ما تيجي تتكلم في حاجه بره ايدي بقى، يعني انا ما اقدرش ان انا اتحكم فيها وما اقدرش ان انا كمان اغيرها. للاسف الشديد انا عايز كل اللي بطلبه حاجه واحده، انا كل اللي بطلبه حاجه واحده، 90 دقيقه تبقى فير بس ليا وللخصم الاخر. ما حدش طالب مجامله، ما حدش طالب اي شيء غير فيرنس، او يعني اللي هو خش بالترجمه. انت قلتي ايه؟ طيب فير فير فيرنس عادل العداله العداله اف اي اي ار خلاص العداله ماشي يا كريم. اقول لك يا واد عشان ديك المعلومه كامله على كل حال. لا بجد نرجع بجد والله الموضوع، يمكن احنا دلوقتي بناخده بهزار، يمكن احنا بنضحك، يمكن احنا بنقعد نهزر ما بيننا، بنعمل كوميكس حاجات زي كده، ولكن الموضوع كارثي. انت بتضيع مجهود، بتضيع اسم، بتضيع تاريخ نادي. حرام حرام. وانا ما بتكلمش تاني عن الاهلي فقط، انا بتكلم يبقى فيه عداله لاي فريق بيلعب على الارض. اديني 90 دقيقه من العداله، غير كده انا مش عايز. ف اتمنى هو برضو التمنيات بصراحه ما اعرفش بتجيب نتيجه ولا هي ما بتجيبش نتيجه، فاحنا عايزين ناخد حاجه اكتر من التمني، بس نتمنى ان الوضع ده يتغير. هيتغير ازاي انا ما اعرفش شخصيا، انا كهواند ما اعرفش، بس لازم يتغير لان كده صعب جدا. امبارح يعني حاجه كارثيه. امبارح مش عارف لو انت اكيد خدتي بالك من التفصيله دي، تقريبا كل الاستوديوهات التحليليه في كل القنوات المعنيه بكره القدم كانت بتتكلم على اللي احنا بنتكلم فيه. ليه بنقول حضراتكم الكلمتين دول؟ عشان من المنطقي ان يتبادر لبعض الاذهان ان الجماعه دول في قناه الاهلي، فطبيعي يطلعوا صح يبرطموا على النوع ده من الامور. لا، حتى اللي مش بينتموا، اللي عندهم برامج او يعني برامجهم بتظهر من خلال قنوات عامه بغض النظر ملهاش اي انتماءات يعني لنادي بعينه، كلهم اكدوا على نفس الكلام. اللي حاصل لغايه دلوقتي كالاتي: احنا لعبنا لغايه النهارده 12 مباراه في الدوري، كسبنا 10 مباريات وتعادلنا في مباراه واحده، وامبارح للاسف الشديد كانت اول هزيمه لينا. طبعا عارفين كويس ان الجهاز الفني واللعيبه هيعوضوا ده في اللي جاي ان شاء الله، وكمان واثقين من هذا الامر ومتاكدين كمان فيما يتعلق بمساله مباراه الرجاء اللي ان شاء الله هتكون في ذهاب دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. احنا عارفين كويس جدا ان اكيد الماتش ده بصفه خاصه ليه حسابات ثانيه لوحدها بشكل مستقل، لكن ما ينفعش نسكت برضو على حقنا يعني اللي احنا اوريدي بنتكلم عنه بكل الاشكال وبكل الصيغ في يعني كتير جدا من المواضع في الفتره اللي فاتت. احنا اتكلمنا عن ده كتير جدا، كتير من الاخطاء التحكيميه بالشكل ده فعلا زي ما كانت نهواندي لسه بتقول لحضراتكم بتضيع مجهود ناس كتير وستيل مش عادله، يعني مش عادله، وخصوصا في ظل تقنيه الفار على كل